أكبر غلطة في حياتي إني جبت أطفال حبيبي شو بتجنن استملي أنا العلو الله يفضى عينك وين أبوك أنت أروح من هون والله إنه الديزاين والشاشات والأكل كثير طيب يلا أنا عم بستنى هلا أسس الدراما اللي حتطلع لنشوف عشوف إيش فيه يلا شوير برو حاليا نص
وصلوا لفقرة الصور الأكثر إشي غيث بحبها. وينك وينك عضلات بالجوك. شو سارة؟ شو صار معك بجريك؟ هيك عملت وما عدت تحركها. أوف. طب والله عملت هيك. رجلي. أنكل؟ لا ما طبيعي عملت هيك. جلجت. ما عدت. وهلا. لا تمام. يلا سلامات يا رب. هيا يلا. تجي انفدت بهي. خالد حنان ألف مبروك إن شاء الله رب عقبال تايم ولما إن شاء الله يا رب وجودكم تختم الدنيا خلاص إن شاء الله يا رب ألف مبروك. شو بتحكي لنا غيث؟ صحيح صحيح بصراحة حبيبي غيث، أول شيء بدي أقول لك إن شاء الله ألف ألف مبروك يا روحي، وأنا كتير مبسوطة أنه أنت تجوزت وأخيرا. دير بالك على سارة والله يسعدكم ويخلي لكم ويخلي لي إياكم يا رب، وإن شاء الله أشوف أولادكم وربي لك ياهم كمان حبيبي. حبيبي يا براك ما انا وين تروح يا شباب، انا اقسم بالله تعبت في ضايقكم. والله اسامه شوفوا اسامه انا حاسه زعلان. وين عرف والله العظيم يا صاحبي عندي لك شغله، حاسه واحد شاب لما تتوتر والله بتوتر معك، ولم اقسم بالله لما تنبسط بنبسط معك. والله والله انا بعرف هالشعور. يعني خلاص نتجوز انت في جد، عملوا لنا عملوا لنا اخوي. لا هذا حيتجوز ب 2090 ان شاء الله. امين. حصلت لي واحده 2090 2090 لسه ما انولدت، بس انولدت وحصل لي. الله عمور ثانك يو على الاستلام الجميل، استلم لي كل شيء بالتصوير. هلا حشيك حلايا انت لا عن ام الدنيا، حتجيك مسبه اليوم في الليل. مليون عيد حبيبي والله شعاره. ثانك يو برو. شوف اي واحد ثانك يو الكل بادي جارد، هذا جاي من الاوتيل عم يقول لك روح عندي يا فورتنايت عشان الله حلو عني. بس طلع فيديو لك اليوم بس طلع والله جيم فورتنايت على الكمبيوتر حبيعه. انا اصغر شباب مش مثلث، هو مثلث يا حلو عني يا شباب. يلا يلا هلا عني عن شكلك انت. يلا يلا ما تعبت انا ما تعبت يا شباب العالم حرب اسقعد. شوف والله يلا يلا يا الله الشباب يلا يلا غلصوا.